تعال 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 هون تعال تعال. اهلا 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 بالارنب اللي مفكر حاله نمر. اهلا وسهلا. بوس ايدك بوس ايدك، بترجاك ما تقتلني، غلطت منك السماح. اول شيء طلع بعيوني، بدك يعني سامحك طلع بعيوني. عم بقول لك اطلع فيني ولك طلع فيني. بدك تقتلني انت يا حقير؟ بدك تقتلني وتسرقني؟ بدك تقتلني وتسرقني يا كلب يا واطي؟ انت بتعرف انا مين ولا؟ انا مين؟ شو اسمي؟ عامر الباشا. شو اسمي؟ قول. عامر الباشا. شو اسمي؟ عامر الباشا. شو اسمي؟ عامر الباشا. بدك تقتلني يا واطي يا حقير؟ تفضلي. تقلت لك يا شوي كرمال صحصحي. لازم أقوم روح على الجامعة، صحية الله مش قادرة أتحرك بمحلي، لازم أوقف على الدواء، بس كمان مش قادرة. هلأ شوي صغيرة بس تحسني متوقفي. حسي حالي ما عندي قوة بالمرة. خوفي اللي حسيته بهديك الليلة كان بشع كتير. ما بعرف إذا رح أقدر أنسى شي يوم بحياتي. بتقدري سمر، بتقدري. أنت قوية. أنا ضعيفة كتير. مش صحيح. أنت قوية. حتى مرات بخاف منك. بحسك أقوى مني. يا ريت. انت بتشوف هيك لانه قدرت اخذ قرار بلحظه، تركت البيت وكفيت درسي، بس الحقيقه جاد عكس هيك. انا جابني كتير كل شي عملته، هو لانه خفت انه ارجع اجرب وافشل مثل كل مره. ما لقيت قدامي غير اني اهرب. على كل ما بقى تفكر بموضوع الحبل لله. اساسا ماني حاسس حالي جاهز اني اكون اب. اهم شيء انت تصير منيحة وبعدين بنشوف شو بصير. معلش سامي، انت مو غريب، انا فايتة اتسطح شوي، راسي عم يوجعني. تصبحوا على خير. اشتقت لك يا جادي. شو معلم نعيم، بعد ما رد عليك؟
طولوا بالكم شوي، خلينا ننطر نص ساعة بعد. قلنا ساعتين ناطرين. قلت لنا جاي وما اجى ومش رح يجي. طيب شو بعمل لك يعني؟ أنا فيلم. إيه فيلم؟ ومين ما بده يفل كمان؟ قلت له للشباب كنت عارف انك رح تجي. جيب مناقيش من السياره وجمع لي الشباب لحتى نتروق ونكفي شغلنا. يلا على راسي يا احلى استاذ، يا احلى معلم، يا احلى مهندس حبيبي. يلا بعت لكم انه جاي. يلا يلا جيب لي المناقيش والحقني. يلا روح تروق بلش الشغل. يلا تحركوا. يلا هاي، شو جاهزه؟ خير؟ شو بك ضايق بوجهك؟ ماشي نور. اسمعي بشرفك من أولها، أنا السفر كتير مهم بحياتي، والأهم منه هو رفيق السفر. بحبه يكون مبسوط مصحصح رايح ينبسط وعلى 24. إذا بدك تقلبيها نكهة فبليها من هلأ. خلص أوكي، ما تعتل هم. خلص هلأ شو صار لك؟ فريدي. لا مش هيك، ما حذرتي فريدي من قلبك من جوا. يعني مع انه مش من قلبك بس ماشي الحال. يلا خلينا نمشي، احنا ما نتاخر على المطار. يلا صباح الخير. اهلا سامي. انا اتصلت فيك حتى اطمن عليكي، انت منيحه؟ ماشي حالي. لينا في افهم ليش عم تهربي مني؟ حتى ما بدك تقعدي معي. انا مالي عم بتهرب منك، بس اذا قصدك على امبارح كان راسي كثير عم يوجعني. لينا انت معك حق بكل شيء قلتي لي. مزبوط انا كنت ماشي بطريق اخره مسدود، ما بوصل لمطرح. انا تعبتك معي بس هلأ صرت منيح. بس أنا مالي منيحة. كرمال هيك بدي أوقف معك وساعدك مثل ما أنت وقفتي معي وساعدتيني. حتى لما كنتي قاسية معي ساعدتيني إني واجه حالي وشوف الحقيقة. نحن ما بنقدر نقرب من بعض ولا حتى كأصدقاء بتزبط. لا مبلا بتزبط. نحن اتنيتنا بحاجة لهذه الصداقة. اتنيتنا، أنت وحيدة وأنا مش رح أبرم ظهري ومن دون ما ساعدك. رح أوقف حدك مثل ما أنت وقفتي حدي. ليك سامي بنحكي بعدين. ايه يلا باي. شو قال لك سامي؟ رجعت فرح؟ لا بس سامي جانن، بده ينزل يفتش عليها بالشوارع. وبعدها مسكره خطه؟ بعدها مسكره خطه. يا رب تخيلك انت، يا رب تخيلك. شو بدنا نعمل؟ لك وين بتكون راحت بهالليل؟ يا كان لازم تكوني هون. ما كان لازم تكوني هون. ما كان لازم تشوفي. انت قتلتهم. قتلت بنيتهم. جبرت أعمل هيك. كان بده يقتلني. هددني بابني. هددني بابني. لو ما قتلته كان قتلني فرح.
ما كان فيني اتركه عايش. انا مالي مجرم. خايفه مني؟ خايفه مني؟ انا مالي مجرم. طلعي فيني. طلعي فيني فرح. انا مالي مجرم. انا عملت هيك غصب عني. انتي سالمي، كنت نسياني انه عيد ميلادي اليوم. تسلمي لي حبيبتي. شو بدي اعمل؟ مالي عامله شيء. لا بعرف، بعرف ماما، بعرف انه صار لك الف مره قلتي لي انزل، بس هلا ما بقدر ابدا اترك كينان ما يشوفك، وما بقدر انزل عالشام. ايه ليكي ماما، هلا فقت لان مو جاي على بالي احكي بشيء. ايه يلا باي باي. باي. ايه باي. هرتاي؟ شطور انت مو سوبر بوي؟ يلا طلق عليها. تعرف اللعبة؟ شو لعبة؟ ما في لعبة؟ مش هيدا، مش هيدا التانية. ويتشوب هرتاي؟ ويتشوب. طيب وين كنتي؟ كبي زبالة. ليش وين الناطور؟ مريضة الناطور. غسلي ايديكي وساوي فطور لكنان، وتاني مرة ما بتمشي بدون ما تقلي لي، فهمتي؟ اوكي. فهمتي؟ اوكي. اوكي. يلا. شو في؟ أهلين ماما. يا
جيبوا لها الدواء. طمني يا حكيم، شو؟ ما فينا نعرف غير ما نعمل لها فحوصات دم وبول، من هلا لنص ساعة ترتاح على الإبرة، بصير فيكم تعطوها كل أربع ساعات حبة مسكن. مشكور يا حكيم، لحظة لحظة. سلامة بالله. الله يخليك. كلك ذوق حبيبي. سلامة. الله معك يا حكيم. طمني شو قال؟ ولا شيء، طلب لها فحوصات دم. طيب هي ما قالت لك شيء بس اجت ولا شو؟ ولا كلمه، دغري فاتت على اوضتها وبلشت ترجف من البرد. بس هيك؟ اعطيني اياه، خليني نايمه وانت فوتي خليكي حدا. كيفك سامي؟ انا منيح، انت كيفك؟ ماشي الحال ماشي الحال تمام. بدي اسالك شو عامل اليوم المساء؟ يعني اذا مالك مرتبط مع فرح بركي بطلع انا وياك بناخذ لنا شي كاس وبنحكي بالشغل شوي، وضايق خلقي كمان. والله يا عمي ما رح اقدر لانه فرح مريضه وهينا عند اهلها هلا. خير خير، شو بقى فرح؟ شو صاير معها؟ جبنا لها الحكيم، طلعت حرارتها بس هلا مش الحال، نزلت. ايه ما على قلبها شر ان شاء الله، ما على قلبها شر. معناتها انت بقيان عن بيت حماك يعني؟ ايه الهيئة هيك. طيب انا رح شوف لينا اذا ما عندها شيء اليوم، بركي بنجي يعني بنطمن عليها. ما في مشكلة ها؟ تسلم لي يا سامي، تسلم لي. خير ان شاء الله، سلامتها سلامتها، مع البشر. مع السلامة، مع السلامة. كيف صرتي؟ عطشاني. اشربي. خوفتيني عليكي. راحت الحرارة. بعمل لك شي تاكلي؟ المدام هون؟ ايه مدام غرفة النوم، تفضل. بعتذر اني جيت بوقت مش مناسب، بس حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. كل سنة انتم بخير. وانت بخير. صح، اليوم عيد ميلادي. جبت لك الورد ابيض مش احمر، حتى بتفهميني غلط. لا ما رح افهمك غلط. تفضل. الحمد لله على السلامة. ما رح تفوت؟ لا، أنت بتعرف إنه عندي 100 شغلة مكسورين علي. أو anyway بكرة بس أتأكد إنه وصل الإيميل وصاروا المصريات بحسابك خليني أعرف. إيه أكيد، بس أنا بكرة مش رايحة على الشغل، عم داوم بأول أسبوع بس. كيف؟ لا ما بيصير هيك أبداً. حك شو قصتك؟ داومي ساعات اللي بدك. شو بك يا نور؟ ماشي. بوني. بونوي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lena. Happy birthday to you.
يلا طفيهم. إن شاء الله كل أيامك الجاية بتكون أحسن. إن شاء الله. يلا قصي. شو تمنى هيدي؟ يعني نحن رفقات بس مو لهالدرجة. هات لصب لك. بتعرف لو ما انت اجيت كنت رح كون لحالي تماما. ما في حدا. سامي انت كنت عم تساعدها وبس للبنت؟ ايه بس كنت عم تساعدها. هنا جربي تصدقيني بالاخر ما في شيء بضل مخبى. معك حق، ما في شيء بضل مخبى. رح يجي يوم نعرف الحقيقه ونرتاح. اكيد رح يجي هاليوم، بس المشكله ما بنعرف اذا رح نرتاح او لا. بعد قصة ايدي كتير طيب الكيك، سلم ايديك. شو رحت عملتي؟ ما عملت شي. اخدتي شي ما هيك؟ شو؟ اخدتي شي؟ لا ما اخدت شي. لينا انت وعدتيني ووعدتي حالك انك تبطلي ما هيك؟ ما اخدت شي. ما اخذت شيء. ما اخذت شيء. ما اخذت شيء. ما اخذت شيء. ماشي. انا شكلي عم بزعجك، بعتذر. انا رح امشي. يعني عم تعني منه منيح لا لك ولا لابنك. انت مش خايفه تروحي فيها اوفر دوز وتخلي ابنك لوحده؟ يا حبيبي انا ما اخذت شيء. ولا شيء، يعني انا ما انا مضطره ابرر لك. بدك تصدق صدق، ما بدك تصدق انت حر، كثير حر. وليك لحتى اقول لك، ابني كنان كثير منيح، كثير منيح، ولا بدي لا نصايح من حدا ولا بدي راي حدا. انا ما عم بعطي نصايح لحدا ولا بطرح اعطي نصيحه لحدا. انا امبارح بعدني واقع وما لقيت حدا يشيلني. انا بس خايف عليك، خايف عليك مش أكتر. صباح الخير. سألتها وين كانت؟ لا أنا بابا سألتها. على المهم تصير منيحة. شادي امبارح كل الليل عم يبكي وعم بيصرخ كأنه حاسس. ليك للصراحة أنا حكيت لفرح بالموضوع وسألتها. لو كان في شيء كانت قالت لي. فيكي تقولي لي وين قضيت ليلة امبارح؟ ليش تركت البيت مثل المجنونة؟ فيك تقولي لي ليش عم تتعامل معي بهالطريقة وعم تهرب مني؟ قولي لي ليه؟ في سبب غير إنها عشقانة؟ فرح، فرح، اجوا لينا وعامر بدو يطمنوا عليك. قادرة تشوفين ولا بقول لهم انك نايمة؟ طيب خلص الهيئة تعبانة، رح اقول لهم انك نايمة. لا لا بدي اشوفهم. طيب تفضل.
الحمد لله على سلامتك. خير شبك؟ ما كان فيك شيء؟ هذا كله من سامي، انت اللي ما عم تدلله. مع قلبك شر. ما بعرف شو عم بصير معه. حرارتها عم تضل تطلع وتنزل. بجوز اخذ جرثومه لانه هذا الجو جو مرض. طيب شو قال الدكتور؟ بده يعملها فحوصات وبنشوف. مسكره موبايلها لانه مريضه. ما بعرف شو بدي اقول لك. ليكي منى برجع بحكيكي. خير شوفي، شو بدها منى؟ عم بدي لها لفراغ خطها مسكر، فمعصبه مفكرتها هربانه منه. رح روح شوف شادي. شوفي خيالها فرح مخبص وكتب تشيك بدل رصيد، فهي هلا بالمخفر. بيني وبينك بيستاهل مؤبد. يا الله، لأن بكره الصبح بدي فيق وانزل لحتى طلعوا. مشان هيك يعني مالك رايق؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. احكي لي شوفي. ليش انا بعرف؟ رح صار لي سنة عايش بنفس الدوامة، نقار ونقير وتعصيب كل الوقت. جربت كل شيء حتى نرجع مثل ما كنا، ما في فايدة. صاير شيء مشكلة جديدة بيناتكم ولا بس تعصيب؟ ما عاد تعرف شيء. فرح كثير تغيرت. فرح مش نفس المرة اللي تعرفت عليها من قبل. لك حتى ما عاد تعرفها. عم شوفها عم تروح من بين ايدي ومش قادر اعمل شيء. سامي حبيبي، كل العلاقات بتمر بهيك فترات صعبة، شبنا. اوكي معك حق تعصب، عادي. تعال شوفني انا ولينا، بدنا مشفى مجانين. سامي الجواز صعب، صعب يا اخي. بيكون الواحد منا صغير وعقلاته على قده، بشوفه من برا ما بيصدق امتى يتجوز، بيقول واو شو حلو. بيتجوز، بيعيش، بيكبر عقله، بحس بالكم اللي اكله. طول بالك، هلا نحن بنحكي بس من هي ما قلنا غنى. انا من ناحيتي استغنيت وكثير كمان. شفت عينك دافن حالي بالشغل، مالي خلق لشيء. طيب فرح يعني اما ما حكيت معها، نور مثلا فهموا شو صاير معها؟ فرح عنيدي، ما حدا بيأثر عليها. شلون بدنا نحل لكم مشكلتكم؟ ما بعرف. ما في حل. لا ما في شيء ما له حل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو مين دفع لك المصاري؟ دفعهم واحد مرتب. لازم تلفن له ونشكره بس بعد ما ياخذ حمام. حقيقة جربان انا من ورا فرشة النظارة. رح فوتها تتلقى. لا لا لا. خلي عنك، انا فوتها لجوا. مسكي الشادي. يلا. ما بدك تقولي لي وين كنتي وشو صار معك؟ قلت لك نمت بالسيارة. ضليت عم ببرم مثل المجنونة واخر شي صفيت على جنب ونمت. شكلي اخذت برد. هلا بدك تقنعيني انك كنتي نايمة بالسيارة؟ عادي سامي بتصير. ما انت نمت بالسيارة مرة. خليني نام، تعبان كثير. ماشي، نحكي بعدين. نيم انت هلا.
شو في؟ شو في؟ ماشي ماشي رجعي نامي. مرحبا. مرحبا. كيفك نور؟ منيحة عامر. فرح موجودة؟ ايه ملقحة، لحظة تشوفها. تفضل. طيب شكرا. تفضل. مرحبا فرح، الحمد لله على سلامتك. لا يعني يغزي العين، شكلك هلا احسن بكثير من هذيك المرة. تفضلي تفضلي عادي، ما بدي اتعبك معي. تفضلي تفضلي عادي نور. انا ما راح اخذ من وقتكم كثير يعني، وراح احكي بصراحة ودغري. فرح، نور مالها غريبة، انا بلشت اقلع عليك انت وسامي. امبارح لما كنت انا وياه حسيت انه صار لازم اني اتدخل باي طريقه، لازم ساعد. فاذا في اي شيء اي شيء انا ممكن ساعد فيه ما راح اقصر، بتعرفيني. نور بليز خذي شهادة لجوا. ليش جيت؟ لأني اشتقت لك. خايف بلغ عنك أو خبر الشرطة؟ لا أبداً، بعرف ما بتساويها. شو اللي بأكد لك إنه ما رح أعملها؟ على شو مراهن؟ على الحب اللي بيناتنا. بعدك مفكر إنه فيي حبك؟ من بعد اللي شفته وعرفته عنك؟ بس اللي شفتيه وعرفتيه فرح ما بيغير بيناتنا شيء. مجنون. أنا واحد مضطر. الحياة جبرتني أخذ طريق أنا ما كنت بتمناه. وما كان بدي حدا يعرف عنه أي شيء وخصوصي أنت. ليه؟ خايف على حالك؟ لا. خايف على ابني. على اللي بحبهم. خايف عليك. بشك انك بتحب او بتخاف او بتحس مثل البشر اصلا. بشك بكل لحظه قطعت بيناتنا. اللي بيناتنا كان اصدق شيء بحياتي وبحياتك. واذا كنا قبل مورطين ببعض فهلا صار مصيرنا واحد. بترجع تراهن؟ لأني بعرف إنك بتحبيني. أنا بحب عامر. طيب. الإنسان. مش هيدا الوحش اللي صرت بعرفه. مرة قلتيلي بحسك أبو الشين.
انت اصريتي انك تشوفي الوش الثاني اللي انا ما كان بدي اياك تشوفيه ولا تعرفي عنه شيء. فرح مو لاني قتلت وانت شفتي صار هو ضحيه وانا المجرم. القصه مو هيك. القصه اكبر من هيك بكثير. لا تخلطي بيني وبين شغلي. يلي بيهمك انه انا لساتني عامر. يلي بيحبك وبيموت فيكي وعنده استعداد يعطيكي روحه هلا اذا بدك. بس اذا مصره تشوفيني قاتل ومجرم فانا راح اقول لك انه هذا الوش اللي عرفتيه عنده استعداد يأذي العالم كله إلا ابني وانتي إذا ولا تخسروا بعض أبداً. مهما صار فرح صدقيني لا تخسروا بعض. يعني لو ما كان في حب كان في حديث تاني. بس بما أنه انتي بتحبي سامي أنا بعرف هذا الشيء ومتأكد أنه سامي بيحبك فأنا ما بعرف يعني شو رأي نور. يعني عم قلها أنه ما تخسروا بعض نهائياً مهما صار. لا أكيد معك حق. معك حق. بعدين في الصغير بيناتكم إذا مو مشانكم مشانه. أنا ما بدي أخذ من وقتكم أكثر من هيك. أتمنى تفكري بكلامي وما تخجليني. يلا بالإذن. وين رايحة؟ عندي مشوار ضروري ماني طاولة. لوين؟